على جبل واحد. الله يعطيك العافية. عندنا مريض 58 سنة جلطة في القلب استمي مع تغير في تخطيط القلب وارتفاع في انزيمات الانزيمات نحتاج قصرة عاجلة وتم أخذ الموافقة عملية بالقلب. استلمت؟ إن شاء الله إحنا جاهزين 5 دقائق بإذن الله. مريض 58 سنة جلطة قلبية، إحنا جاهزين 5 دقائق.